الو، اتفضل. الو اتفضل. الو، ايوه الوهين، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، يوجد حديث، نعم يوجد حديث في كتبكم، في كتب اهل السنه والجماعه، يبين فضل السيده عائشه. انا ما بتكلمش الو، هل دلوقتي عن تسمعني؟ عائشه رضي الله عنها وارضاها، انا بنتكلم عن وصيه الانبطاح. عندك اجابه على وصيه الانبطاح؟ نعم عندي اجابه، لا ما عنديش اجابه. عندك اجابه على وصيه الانبطاح؟ لا، موجودة إجابة. نعم موجودة إجابة، موجودة الإجابة اتفضل. طب موجودة. جاوبنا على وصية الانبطاح دي، اتفضل. نعم، الوصية حصلت، ما ذكره أو ما ذكر بها حصل على أهل البيت من ظلم وطغيان، ومن يا ضمن الظلم باشا معركة انا ما الجمل، خرجت كلمتك بقى، زوجة حصل عليهم النبي. حصل عليهم طغيان، حصل عليهم. يا سيدي قول انت عايز حصل عليهم طغيان، زي فهمك انت بتقول حصل عليهم طغيان. المفروض بقى رد الطغيان دوت، المفروض رد الطغيان ده ما ردش ليه بقى عليه ورد، الطغيان؟ نعم رد الطغيان. نعم، طيب لماذا عثمان لم يرد الطغيان؟ حوصر انا في هقول بيته لك. وقتل، لا 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 أين لا، كانت اولا جيوش؟ بص بقى، لماذا؟ بص 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 دايما نعم تهربوا نعم لسيدنا عثمان. النبي صلى نعم الله عليه وسلم قال لعثمان، قال نعم لعثمان كده، قال له الله عز وجل البسك قميصا فلا تخلعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناه ان هو نعم البسه الخلافه، قميص الخلافه، فامر عثمان الا يخلعه. لكن انتوا بقى الوصيه نعم بتاعتكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عليه اخلع القميص واخلع الفينيلا واخلع كمان واخد لي بالك، تنفع الوصيه دي؟ يبقى ازاي دي زي دي؟ النبي امر عثمان الا يخلع الخلافه، وفي نفس الوقت يامر علي بن ابي طالب ان هو يخلع كل حاجه. طب ازاي؟ شلون يا ريس؟ نعم نعم أولا أنت تستدل عليه بكلام ليس من كتبه وليس لا من بحجة عليه. كتبك اهو، متى من قال كتبك. لا الرسول لا لا لا، لعثمان لا تنزع من الخلافة؟ كتبك، إحنا من ما عندنا هذا كتبك، من الشيء. كتبك اهو. ماذا قدامي تحتاج عليه اهي بشيء؟ اهي اهي. لا لا، ما تكذب عليا، ما تكذب عليا لو سمحت، عيب، انت راجل كبير، ما تكذب عليا. نعم قبلت ورضيت، وان انتهكت الحرمه وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبه وخضبت لحياتي من راسي بدم عبيط صابرا محتسبا ابدا حتى اقدم عليك. وما تنساش ان هو جر وبويع او بايعاك الجمل المخشوش، يعني قلع القميص وقلع الفينيلا وبس. علي بن ابي طالب خلع كل شيء، وين خلع؟ متى خلع كل شيء؟ اقول يعني لك متى، خلع متى كل شيء، تعرض انا للدين اقول علي لك. بن ابي طالب؟ واحده 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 واحده. علماء نعم كتب قالوا ان نعم هو جر نعم كالجمل المخشوش وبايع، دي قلع ولا لبس؟ ومتى بايع؟ اعطيني مصدر، اعطيني مصدر رجاء. اديك مصدر، نعم اديك مصدر، كتاب سليم بن قيس. نعم قال ان نعم علي بن ابي طالب جر وبايع مكرها. نعم ايه رايك بقى؟ ليس حجة سليم بن قيس، هذا الكتاب ليس بحجة، ما في حاجة وروايته اسمها ليست، يعني انتم تسمونه حسن. الآن أنت تأخذ بالروايات الكتاب. لا الحسنة لا لا أم لا لا بالروايات لا لا الصحيحة؟ لا، واحدة 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 واحدة، أنت بتقول الكتاب ده ليس بحجة؟ نعم بتقول كتاب ليس سليم؟ بحجة علي أنا شخصيا. نعم يعني أنت نعم بتنفي ضرب الزهراء؟ لا لا، عام في ضرب الزهراء، أنت موجود بتنفي ضرب ضرب الزهراء الزهراء؟ من مصادر أخرى. أنت بتنفي ضرب الزهراء؟ نعم نعم طب لا اتفضل جيب أنفي، لا أنفي، اتفضل. لا 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 أنفي، اتفضل لا حضرتك، جيب لي أنفي يا أخي ضرب العزيز. الزهراء من مصادر اخرى غير سليم بن قيس. اتفضل موجود في نهج اتفضل البلاغة مثلا، موجود في نهج البلاغة اتفضل مثلا. اقرأ لي من نهج البلاغة. اتفضل. نعم موجود، أمير المؤمنين يشتم علي بن أبي طالب، يشتم أبو بكر عمر، أبو بكر وعمر وعثمان. لا انا بقول لك الضرب، مش بنتكلم على شتيمة. شتيمة ايه يا عم؟ انا بكلمك على ضرب فاطمة. نعم اتفضل جيب لي ضرب فاطمة من نهج البلاغة. اي نعم اتفضل انا جيد، مستنيك. اتفضل. يعني اسميها اجيب لك المصدر، انا انتظرني خليني اجيب لك المصدر. لا لا انا مستنيك ان شاء الله. اتفضل خد راحتك، البيت بيتك. اتفضل. يعني هو كان امير المؤمنين سلام الله عليه، كان يصفهم بطاغيين، يعني كان يعني يوصف طغيان ابي بكر وعمر. يا باشا انا ما هذا اتكلمتش عن موجود في طغيان نهج دلوقتي البلاغه. يا باشا، ما تكلمني انت غني، انا بكلمك على الضرب تقول طغيان. لا 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 يا باشا، اتفضل اتفضل هات لي من ضرب أين؟ فاطمه من نهج البلاغه. اتفضل.
انت كلامك لم تاتي بمصدر واحد، هات المصادر وانا هاتي مصادر يا اخي العزيز. لا المصدر انا عندي، المصادر عندي. بص يا اخي هاتي مصادر عشان ابن قيس. الكافي 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 الجزء نعم. الاول الكافي نعم. الجزء نعم. الاول صفحه 282 نعم. ماذا به؟ اتفضل افتحها يلا. الكافي ايوان الجزء الاول نعم ما صفحه 282. اي ماذا بيقرأ الروايه انت من عندك يا اخي؟ انت اقرا الروايه، انت اقرا اهو ما انا قراتها لك من شويه اهي، وهو بيقول له يا علي اذا انتهكت حرمات الله وحرمه الرسول وحرمتك يا علي، وايه كمان؟ قول كمان. وهدمت الكعبه، قول كمان، قول كمان، خليني قول يا عم الحاج. وهدمت الكعبه وبصرى ومزق القران. حصلت على اهل البيت ومزق القران. مش عايز يسمع مش عايز يسمع شيء. ومزق القران هذه الروايه لا يوجد فيها شيء، لانه واقع حال وقع على اهل البيت. ومزق القران، مزق القران بعهد عبد الله بن الزبير، مزق القران على طلحه وهم يقاتلون علي بن ابي طالب. انت بتقول ان طلحه، اسمعني، تقول ان طلحه والزبير مزقوا القران، ممكن تجيب لي المصدر؟ لا، مزق القران على صدورهم. مزق القرآن. مزق القرآن على صدرهم؟ لا يا راجل، تصدق؟ تصدق حسيت ان انت راجل، انت طلعت راجل يعني ربنا يهديك يا ابني. يقول لك مزق القرآن على صدرك، كذب كذب والله العظيم، شوية كذبة، محترف كذبة. السلام عليكم. ده لو عملوا نادي كده في أوروبا وجمعوا فيه الكذبة هياخدوا أكتر حاجة المعممين الشيعة.